يقول علمنا كيف يقع حكم الإخوة بالرضا، وعندي سؤال يجب أن أشرحه لك. الإخوة بالرضا لها صورتان. الإخوة في الرضا لا، الإخوة في الرضا لها صورتان. الصورة الأولى كل من رضع من ثدي امرأة أصبح ابنا لها من الرضاعة وأخا لكل من أرضعتهم المرأة. فهذه الصورة، الاجتماع على الثدي حتى لو بعد 20 سنة، المهم أنه رضع منها الآن وفي نفس الوقت رضع واحد آخر، وبعد 20 سنة رضع شخص آخر من نفس الثدي، فكل من رضعوا من الثدي إخوة أو أخوات من الرضاعة. صورة ثانية إذا وهي مسألة لبن الفحل. مسألة لبن الفحل، لبن الفحل رجل متزوج بأربع نسوة، هذه أرضعت ولدا وهذه أرضعت بنتا وهذا أرضع وهذه أرضعت ولدا وهذه أرضعت ولدا، كل من رضعوا بسبب هذا اللبن الذي تسرب للنسوة أصبحوا إخوة من الأب من الرضاعة، إخوة من الأب من الرضاعة. والله أعلم. وبالطبع يحرم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.